في عندي موضوع الويب سايت لاي اوت او التصميم للموقع بالسي اس اس. شو هو الويب سايت لاي اوت؟ الويب سايت هو غالبا مقسم للهيدرز والمنيوز والكونتنت المحتوى والفوتر التثقيل، يعني ترويج نافيجيشن منيو مثلا، والمين كونتنت كونتنت والفوتر او التثقيل. هون في عندي الالاف من اللاي اوت المختلفه، التصاميم المختلفه للاختيار منها، ومع ذلك التركيب اللي فوق هاد هو واحد من الاكثر شيوعا. وايضا راح ناخذ نظرة اكثر قربا عليه بهذا الفيديو. عندي هيدر وفوتر والنافيجيشن منيو مثلا، وتحت هون عندي المحتوى. بالهيدر مثلا، الهيدر غالبا بتموضع بالاعلى الموقع او على اليمين تحت التوب منيو النافيجيشن منيو، غالبا بيحتوي على اللوجو او اسم الموقع. هون مثلا الهيدر مثلا باك جراوند كلر حطيناه اللون الرمادي، لون او التكست لاين للنص، والبادنج 20 مثلا اعطاني هاي النتيجه. كمان عندي النافيجيشن بار، النافيجيشن بار بيحتوي على قائمه من الروابط لمساعده الزوار للتنقل من خلالها بالموقع. هون عندي مثلا توب ناف اوفر فلو هيدن باك جراوند كلر، كمان اللينكس الروابط فلوت ليفت ديسبلاي بلوك، واللون اعطينا لون معين، ايضا تكست لاين سنتر، والبادنج 14 بكسل و16 بكسل، والتكست ديكوريشن نان عشان اشيل لي الخط اللي تحت الروابط الاندرلاين. كمان عندي توب ناف لما نعمل تمرير عليها كمان بيعطيها تاثير لون معين، واللون الاسود لون النص اسود بيقلب لي لون النص بيعطيني لون خلفية معين اللي هو الرمادي. المحتوى كمان نفس الشيء، التصميم قسم بهذا القسم غالبا بيتبع على المستخدمين المستهدفين. اكثر شيء شائع بالتصميم هو واحد من دمج لهذول الاشياء، واحد كولوم عمود واحد غالبا مستخدم بالمتصفحات الجوال، اثنين عمودين مستخدم بالتابلت او اللابتوبس، ثلاث أعمدة بيستخدم غالبا بالديسكتوب أو المقاسات الشاشة الكبيرة. مشان ننشئ ثلاث أعمدة بنغير لواحد عمود للشاشات الصغيرة. هون عندي الكولوم فلوت ليفت الويث عرض 33.33%، هون الرو افتر الكونتنت والتيبل ديسبلاي تيبل جدول، وأيضا كلير ويث. بعدين بنضيف خاصية الريسبونسيف التجاوبية، بنحط ات ميديا هاي الموضوع سكرين اند الماكس ويث 600 بكسل بيعمل لي بريكنج بوينت كولوم ويث 100%. النتيجه راح تكون بهذا الشكل لما نصغر الشاشه. لو شفنا هذا المثال لما نصغر الشاشه بينتقل من ثلاث اعمده لعمودين لعمود حسب مقاس الشاشه، سواء ديسكتوب او لابتوب او تابلت او موبايل فون. هون بنلاحظ انه ثلاث اعمده دائما. هون ما ننسى المتنين فيو بورت كونتنت ويث ديفايس ويث والانيتشال سكيل، هاي ما ننساها الخاصية مشان يدعم لي الموضوع. هون ثلاث اعمدة لما صغرناه صار عمودين او عمود واحد. كمان في عندي ملاحظة، مشان ننشئ عمودين بنغير الويث 50%، وبننشئ اربع اعمدة بنغير بنستخدم 25% وهكذا. اذا بدك تعمل او تشوف الميديا بالسي اس اس المتقدمه، ملاحظه الطريقه حديثه او اكثر حداثه لانشاء التصميم الاعمده هو استخدام السي اس اس فليكس ووكس اللي تكلمنا عنه سابقا، ومع ذلك هو مش مدعوم بالانترنت اكسبلورر 10 والنسخ اللي قبل هيك. واذا انت بتطلب الانترنت اكسبلورر 6 لل 10 الدعم، ايضا استخدم الفلوتس كما موضوع يعني موجود تحت، ومشان او تفهم اكثر الفليكس بوكس تكلمنا عنه فيديو مسبقا ممكن ترجع له. عندي الان ايكوال كولومز الاعمده اللي مش متساويه. المحتوى الرئيسي هو الاكبر شيء غالبا اهم جزء بالموقع، هذا الشائع بالان ايكوال كولومز العرض غير متساوي للاعمده. ايضا ممكن هذا الشيء غالبا
بيعطي مسافة محجوزة للمين كونتنت أو المحتوى الرئيسي. السايت كونتنت إذا موجود غالبا بيستخدم كبديل للنافيجيشن، وأيضا بيحدد لي معلومات يعني تنتمي أو تشير للمحتوى الرئيسي. بغير الوث العرض مثل ما بدك، هذا ذكر انه لازم تضيف 100% بالتوتال. هون عندي العرض 25%، هون 50%، هون 100% بالميديا سايز، بيعطيني هذا الشيء. هون سايد وهون سايد، المحتوى الرئيسي بالنص اكبر شيء بيكون. كمان عندي الفوتر اللي هو التذييل. الفوتر بتوضع باسفل الصفحة، غالبا بيحتوي على معلومات مثل الحقوق الملكية الكوبيرايت، وايضا معلومات الاتصال. هون مثلا اعطيناه لون، واعطينا تكست الاين محاذاه النص بالسنتر، والبادنج مثلا 10 بكسل. الريسبونسيف ويب سايت لاي اوت، شوف هذا التصميم التجاوبي عن طريق السي اس اس اللي فوق تكلمنا عنه، بيعطيني موقع ويب تجاوبي. هون عندي مع فول ويث، بنتبت على حجم الصفحة. لو شفنا هذا المثال جربنا هذا المثال بالكومبايلر، هون مثلا بنلاحظ انه اشغل، اول شيء عملنا اضفنا للبودي خاصيات، بعدين للهيدر، بعدين للهيدر اصل واحد، التوب ناف بار، ايضا توب ناف بار الهرف يعني الازرار تبعه، اللينكات، ايضا توب نافار الهوفر لما نمر عليه، ايضا كمان الليفت كولوم العمود اللي على اليسار، الرايت كولوم هو الفيك ايمج الصورة المزيفة، والكارد والرو افتر، والفوتر التذييل، وايضا الميديا مشان يدعم لي مقاسات الشاشات المختلفة. وبعدين اضفنا المحتويات تبع الصفحة. هون عندي مثلا هذا المحتوى الصفحة، لو هون بنلاحظ انه ستيكي مش ستيكي. هون لو عملنا الناف بار ستيكي، البوزيشن ستيكي للناف بار، بنلاحظ انه اعطاني التأثير الجميل تبع توب ناف وبوزيشن. حطينا مثلا بوزيشن مثلا ستيكي، وايضا اعطيناه يلي هو التوب صفر، شغل ونلاحظ انه صار عندي ستيكي. النافبار اللي من فوق ستيكي، صار الستيكي خاصية الستيكي بالسي اس اس، تأكد من كتابتها. هون عندي البوزيشن ستيكي، ايضا هون هاد تمام الموضوع. بنحط ستيكي بوزيشن ايضا مشان يدعم السفاري، والتوب صفر هاي الخاصية مضيفها للعنصر. بنلاحظ انه اشتغل معي، يعني هون مثلا شغل إذن هذا شيء مبسط او لاي اوت مبسط لصفحة الويب. هون مثلا ديسكتوب ريفيو، الموبايل ريفيو، لاحظ شلون وزع لي العناصر.
الموبايل بالعكس كمان وزع لي توزيع معين. التابلت ايضا اعطاني توزيع معين، التابلت بالعرض كمان اعطاني توزيع معين للعناصر. هون بنلاحظ توزيع العناصر، إذن عندي هون عملنا التنسيق هذا وعملناه بحيث انه تجاوبي. هذا عندي لاي اوت ويب سايت لاي اوت او تصميم الموقع بالسي اس اس.